2030 رؤية ملك ومستقبل وطن مع عادل باربا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مستمعين الكرام، ونجدد الحلقة معكم وبكم في برنامجكم 2030. الاستثمار في رأس المال البشري وسد الفجوة بين الواقع والمأمول بلا شك هدف تطمح إليه رؤية 2030. لذلك هناك ما هو موجود من حاويات فكرية ودراسات استراتيجية لابد أن يكون لها دورها وأن تقوم به من أجل سد هذه الفجوات. يسرنا في هذه الحلقة أن يكون لنا لقاء مع الدكتور زهير مغربي مدير عام مجموعة الأغر. طبعا تقوم هذه المجموعة كحاوية فكرية غير ربحية وتقوم بتقديم دراسات استراتيجية لمساعدة صانعي القرار في المملكة. وكذلك أيضا معنا الدكتورة آلاء نصيف وهي مديرة شركة الأسرة المعرفية والمشرف العام على مبادرة الأسرة المعرفية. لذلك مهم جدا أن نعرف عن هذه المبادرة، لماذا هي عن غيرها من المبادرات، وما الفرق الذي يميزها عن بقية المبادرات، ولماذا في منطقة مكة المكرمة الانطلاقة، والعديد من الأمور التي لابد أن ندركها من معرفة مهمة عن الأسرة المعرفية. هل تدركون هذا المعنى مستمعين الكرام؟ لذا مهم جدا بداية أن نتعرف عن الأغر برؤية استراتيجية تحقق على أرض الواقع وتتحقق في حين أنها حاوية فكرية تعنى بتقديم الحلول الاستراتيجية لا بتنفيذها. أرحب فيك أستاذ زهير، وطبعا بداية نتعرف لماذا تهتم الأغر ولماذا هي موجودة الآن للعمل من خلال رؤية 2030 من خلال هذه المبادرة. شكرا أستاذ الفاضل. طبعا مجموعة الأغر تأسست عام 2001، وحكم كونها أنها حاوية فكرية كان دائما اقتصارنا على الحلول الاستراتيجية اللي نقدمها لصانعي القرار والدراسات. لكن بعد رفع موضوع الأسرة المعرفية أو تحول المملكة إلى مجتمع المعرفي للمقام السامي واعتماده من قبل مجلس الاقتصاد الأعلى في عام 2008، وجدنا أنه ضرورة ملحة عشان نستمر في الاستثمار في رأس المال البشري أنه إحنا ننتقل من التنظير إلى التطبيق، وبناء عليه تم إنشاء شركة الأسرة المعرفية اللي تديرها الأخت الدكتورة آلاء عشان نتأكد إنه النظريات التي تم أو الأبحاث التي تم أجريت على الأسرة المعرفية ستنفذ بالطريقة الصحيحة على أرض الواقع. طب أنا استوقفتني كلمة جدا جميلة ومصطلح حاوية فكرية، تقصد بماذا الحاوية هذه؟ الحاويات الفكرية يمكن مفهوم جديد في المملكة العربية السعودية، لكن يعني أكاد أجزم أنه في خارج المملكة من السبعينات أو بداية السبعينات. الهدف منها القيام بدراسات استراتيجية، جمع معلومات اللي هي تساعد صانعي القرار على اتخاذ القرار الصحيح. دائما بنقول إحنا صانع القرار بيشوف ممكن يشوف الموضوع من وجهة نظر واحدة، عادة إحنا بنسعى أنه نوفر له عدة وجهات نظر عشان يكون القرار ملم أو مشمول من جهات مختلفة. نعم دكتورة آلاء، طبعا دكتورة معانا دكتورة آلاء نصيف وهي مدير شركة الأسرة المعرفية والمشرف على مبادرة الأسرة المعرفية. في يعني نطاق الحديث مع الأستاذ زهير مغربي وذكر الأسرة المعرفية وأنت المديرة لهذه الأسرة، بداية إحنا لما نتكلم عن أسرة معرفية، هذا المصطلح الجديد الذي يأتينا يعني بشكله الجديد، تعريفك بالأسرة المعرفية هل هو مفهوم جديد أصلا في عالمنا؟ سعيدة جدا بسؤالك أستاذ عادل، وأنا صراحة أتشرف بأنك تستضيفني المرة الثانية معك في البرنامج، برنامج جدا رائع. فعلا مصطلح الأسرة المعرفية مصطلح تم ابتكاره من قبل مجموعة الأغر في عام 2012، ونسعى إلى الآن في تسجيله
زي ما تقول حق فكري لنا، لأنك لما تحط كلمة الأسرة المعرفية تطلع لك فقط مجموعة الغر، وحتى لو ترجمته باللغة الإنجليزية knowledge family نطلع برضو إحنا الأسرة المعرفية. أنا حاولت فعلا البحث عنه عبر مواقع البحث لكن لم أجد هناك تفسير له. والحقيقة ابتكار التعريف هذا حب أني أنا أعطي حق الملكية حقه لكافة أعضاء اللجنة التوجيهية اللي أشرفت على إطلاق مبادرة أو تطوير مبادرة الأسرة المعرفية. كانت مجموعة الأغر لنا شركاء صراحة آمنوا بالفكرة، لأن الفكرة تصب في الاستثمار في رأس المال البشري وبناء الإنسان. كان معانا موهبة اللي هي مؤسسة الملك عبدالعزيز والرجال والموهبة، كان معانا مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم التقنية، البنك الأهلي كان راعي، كان معانا مركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث اللي طابع لجامعة الملك سعود. نعم، هناك قطاعات يعني متعددة. عامة وخاصة. نعم، منذ اللحظة الأولى اللي فكرنا إحنا ننطلق في اتجاه الأسرة. إذن هناك إيمان بالفكرة بشكل كبير. 100%. نعم. الأسرة المعرفية أطلقنا كلمة الأسرة المعرفية على 4 سمات تحديد. متى تعرف أنها أسرة معرفية؟ عندما تكون تهتم بتربية أبنائها من منطلق معرفي. نعم. إما عن طريق القراءة، المعرفة، دورات التربية، تدريب، التأهيل، استشارة مستشار، بيحطوا جهد وعندهم رغبة إنه أنا بدي أربي ابني أو ابنتي بحيث أنها تكون مخرج حضاري منتج يساهم في نهضة تنمية البلد. جميل. هذه أول سمة. ثاني سمة، يكون عندهم المهارات اللي تزودهم كيف هم يتعاملوا مع متغيرات العصر الحالي. يعني أبغاك تتخيل قبل سنتين ما كان في رؤية 2030. نعم. الآن أنا كمواطنة سعودية لازم أعرف أنا كيف أقدر أؤهل نفسي إن أنا أعيش مع 2030. نعم. أنطلق نحو العالم الأول. نعم. فلازم تتطلب مهارات، لابد أن أتواكب مع هذا. أتواكب مع هذا. نعم. رؤية 2030 فيها تحديات اقتصادية كبيرة. نعم. هل أنا كمواطنة بأربي أبنائي إنهم هم يكونوا مؤهلين لسوق العمل؟ فكانت هذه هي ثالث سمة. جميل. ورابع سمة هي المشاركة المعرفية، إنه لازم أنا كأم أو كأب نجحت في أني أنا أوصل لشيء معين أو أهل نفسي في مهارة معينة وشارك قصة نجاحي دي مع الآخرين. نعم. فلما أنا تطلع في يدي الأربع صفات أصير أنا أسرة معرفية. إذن خلق أسرة واعية بما بواقعها والمأمول تماماً. قادماً. تماماً. نعم. في بداية حديثك أستاذ عادل. نعم. سألت قلت لماذا هذه المبادرة. نعم. وعرفنا إحنا الآن الأسرة المعرفية. صحيح. المبادرة هذه تختلف عن غيرها من المبادرات إنها مبنية على أسس علمية ومنهجية، دراسات ميدانية، أبحاث متعلقة بنفس الأسرة مع أفضل الممارسات العالمية، كيف إحنا نقدر نتعامل مع الظواهر السلبية اللي موجودة عندنا من تعثر، سعودة، عدم احترام الممتلكات العامة، المسؤولية، الانضباط إلى آخره. فما حنطرحه اليوم معك في الحلقة الآن هيوضح لك إيش هو العلاقة مع رؤية 2030 ولماذا الأسرة المعرفية هي الحل بإذن الله تعالى. طبعا السؤال يعني الذي يتبادر معنا الفكرة أستاذ زهير، بداية الفكرة وشرارة الفكرة متى انطلقت؟ الفكرة انطلقت تقريبا في عام 2008 كجزء من إطلاق استراتيجية التحول، تحول المملكة للمجتمع المعرفي، واللي في غالبيتها في محاورها تركز زي ما ذكرت الدكتورة آلاء على رأس المال البشري وأهميته في انتقال السعودية للمجتمع المعرفي، وإيمانا برضو من مجموعة الأغر بأهمية رأس المال البشري والاستثمار فيه. في 2012 عملنا بحث ميداني بهدف دراسة الجانب الاجتماعي والأسري لرأس المال البشري السعودي وفهم أنماط التربية في الأسرة السعودية. بعد كده قامت مجموعة الأغار بالتعاون مع جهات عديدة، موهبة، مدينة الملك عبدالعزيز العلوم التقنية، بإعداد دراسة الأسرة المعرفية في عام 2013، ومن ثم انتقلت بنتائج الدراسة إلى الحيز العملي من خلال تطوير المسارات اللي حتتكلم عليها الدكتورة ألا وبرامج تنفيذية ومؤشرات قياس تستمر تقريبا لمدة 24 شهر بمنهجية علمية معتمدة. نعم مستمعينا الكرام، ما زال حديثنا مستمر في حلقتنا هذه عن هذه المبادرة الفاعلة من أجل فعلا استثمار رأس المال البشري ومبادرة فعلا للأسرة المعرفية. ابقوا معنا. 2030 رؤية ملك ومستقبل وطن مع عادل باربا. عودة لكم مستمعينا الكرام، ويهلا فيكم مرة أخرى. إذن حديثنا كان عن هذه المبادرة وخاصة بحضور
الأستاذ زهير المغربي مدير عام مجموعة الأغر، والدكتورة ألاء نصيف مدير شركة الأسرة المعرفية والمشرف العام على مبادرة الأسرة المعرفية. هذه المبادرة بداية لو أردنا أن نتكلم، خليني أوجه السؤال لك دكتورة ألاء، الانطلاقة من منطقة مكة المكرمة، لماذا؟ بكل فخر واعتزاز كمواطنة من هذه المنطقة. ريادتنا وانطلاقتنا من منطقة مكة المكرمة هي نتيجة حتمية لرؤية أمير منطقة مكة المكرمة. سمو الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين وأمير المنطقة من اللحظة الأولى من تولي الأمارة في هذه المنطقة، وهو أدخل محور بناء الإنسان. اهتمامه دوما وأبدا ما يحدث وكيف يستطيع أن يؤهل إنسان المنطقة ليكون نموذجا عالميا. فكان من هذا المنطلق عرضنا عليه في أول العام هذا 2017 مبادرة الأسرة المعرفية، وأوضحنا الرابط بينها وبين بناء الإنسان والاستثمار في رأس المال البشري. فكانت موافقته آنية في لحظتها. لأن العلاقة قوية ومباشرة طبعا. وفي يوم 17 يناير في ورشة عمل أقيمت في الهيلتون تم توقيع مذكرة التفاهم وأطلق المبادرة، وهذا الشهر إحنا معكم الآن في هذا البرنامج نحتفل بتفعيل هذه المبادرة برعاية كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل. إذن يعني منطقة مكة المكرمة أصبحت هي البيئة الحاضنة بداية لهذه المبادرة. السؤال أيضا أستاذ زهير، يعني الدور لو أردنا أن نأخذ تفصيل في موضوع دور الإمارة في هذا الأمر. طبعا زي ما تفضلت الدكتورة علاء، الإمارة هي جهة راعية، ولما طرحت الفكرة على سيدي صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل، ولأنها جزء من أو يعني تهدف إلى بناء الإنسان في المنطقة، تبناها ووقعنا اتفاقية لبناء عليها إنه المرحلة التجريبية من تطبيق برنامج أسرة معرفية يتم في منطقة مكة. واللي ساعدنا كمان إنه لو رجعنا برضو للتاريخ شوية، إحنا الدراسات التي أجريت على للأسرة المعرفية وتجهيزها كانت في منطقة مكة المكرمة. النتائج قد تأخذ صفة العمومية برغم إنه بعض مناطق المملكة تختلف عن آخر، بس كانت عندنا البيئة الحاضرة إنها تساعدنا في إجراء الدراسة، والبيئة الحاضرة إنها تساعدنا في تطبيقها على أرض الواقع. طبعا دكتورة ألاء، إذا كنا نبغى نعرف أن هذه الأسرة هي أسرة معرفية أو لا، يعني في هل هناك معايير وضعت، أشياء سبقت بها حتى فعلا نقدر نأسس هذه الأسرة بشكل سليم وقوي؟ هذه ميزة أخرى لمبادرة الأسرة المعرفية، إنه بدأناها بدراسة اللي يسموها دراسة الوضع الراهن baseline assessment. نزلنا في الميدان، عملنا لقاء مع 640 أسرة في مدينة جدة تحديدا، وتبعها بعد ذلك 1200 استمارة ملاحظة، وكانت منهجية بحثية جديدة في المملكة. بحيث نحدد أين نحن الآن. بعد كده عملنا تطوير لبطارية بحثية تقيس الأثر التنموي، بحيث كل أم وأب مشاركين معنا في البرنامج نستطيع أن نحدد أين هم واقفون الآن، وبعد ما يدخلوا معنا في برنامج الأسرة المعرفية إيش التغيير اللي أصبح، بحيث أنك أنت يكون في عندك مؤشرات ومعايير تنموية وليس معايير رقمية. أنا ما يهمني أجيك آخر 2018 أقول لك أنا شاركوا معايا 21,000 أسرة. أنا يهمني أقول لك من 21,000 أسرة أنا كان عندي 20% منهم مغيبون عن عملية التربية. احترام الممتلكات العامة كان مقياسه كذا، المسؤولية كان مقياسها كذا، تعاملهم في تربية أبنائهم بالمعرفة كذا، تأهيلهم لمتغيرات العصر كان كذا، وأين أصبحوا الآن. ولن نخجل من المؤشرات اللي تطلع. أنا حتى لو كان عندي التغيير نحو الإيجاب بمعدل 0.01 حقوله بمنتهى الشفافية، لأنه أي تغيير هو تغيير إيجابي. إذن هو رصد فقط، يعني ليس أنه والله أريد أن أنشئ فكرة عبارة عن شيء منمق، إنما فعلا أنا أرصد واقع. ترصد واقع وبتعطيله برامج تتعامل مع 4 استراتيجيات. عندي استراتيجية علاجية،
وعندي لما زي ما تقول الخلل الحاصل أو الفجوة اللي تتعامل مع الفجوة اللي موجودة، وعندي استراتيجية بنائية للأجيال القادمة، وعندي استراتيجية دفاعية أني أنا أقلل من حجم الضرر أو الفجوة اللي موجودة عندي أنا، وفي عندي استراتيجية على المدى الطويل. نعم. بحيث أنه إحنا لما نوجد الدعم والرعاية إحنا نتمنى نفس الرعاية اللي أولانا هي صاحب السمو الملك الأمير خالد في المنطقة ده، المناطق الأخرى تتبناها، خلال 10 سنوات يصبح بناء الإنسان في المنظومة الأساسية سواء في المسار التعليم أو الصحة والجانب الاجتماعي بدون ما تنحط لها مبادرة ولا ميزانيات ولا شيء، تصير شيء أوتوماتيكيا بيمشي. نعم. من نفسه. نعم. لعلنا نتكلم عن خطة تطبيق هذه المبادرة، يعني هل هناك مثلا الخطة زمنية، خطة توسعية لهذه المبادرة؟ نعم، توجد خطة. المرحلة الحالية زي ما قلنا احنا بنتعاون مع شركاء من القطاع الخاص ومن القطاع الغير ربحي. نعم. عندنا مجموعة من الشركات في القطاع الخاص مشاركين معنا في تطبيق المبادرة على أرض الواقع، وفي برضو جهات من القطاع الخاص. اللي بنسعى له انه بعد ما ناخد الدراسة الأولية هنا وتطبيقها على جدة، أنه ممكن يكون عندنا مؤشرات أداء كافية أنه يتم تطبيق الموضوع هذا على جميع مناطق المملكة. يعني يمكن ناخذين احنا منطقة الغربية أو منطقة مكة كمجال نطبق فيه وناخذ المؤشرات تثبت نجاحها البرنامج أسرة معرفية عشان يطبق في جهات ثانية. نعم. مع العلم أنه أنا بس حابب أكد على نقطة واحدة، المبادرة هذه ليست مبادرة توعوية فقط، لأنه في كثير بنسمع أنه والله في مبادرات وتوعية، وهذه التأهيل، والتأهيل يعني أنك أنت بتاخذ مجموعة من المهارات كأب أو أم تأخذها تتعلمها وتطبقها على أرض الواقع، فهي ما هي توعية، هي تأهيلك لأنك تكون أب وأم صالح وقادرين على مواءمة تربية أبنائكم بالطريقة الصحيحة. أين تتوجهون أستاذ دكتورة آلاء حتى يستطيع كل أب وأم الأسرة حتى فعلا تتفاعل معها المبادرة؟ أول شيء نعطي كل صاحب حقه. المبادرة في أساسها كان لها 6 مسارات ولها 13 برنامج. نعم. وفي جهدنا نحو إيجاد داعمين لها كانت من الشركات اللي طرقنا أبوابها هي شركة تمر. ولما التقينا مع رئيس مجلس الإدارة الأستاذ فيصل تمر سألنا سؤال، قال لا تبحثوا عن رعايات من الشركات، قدموا هذه الخدمة لموظفين الشركات. نعم. أنا كممثل لشركة تمر أبغاكم تيجي تؤهلوا لي الآباء والأمهات اللي موجودين عندي في موظفيني. نعم. وكانت فكرة رائدة سباقة، وفعلا تمر من زي ما تقول الشركات الرائدة اللي دخلت معنا في هذا البرنامج، وحينطلق تدريبهم إن شاء الله يوم 17 ديسمبر. الفكرة هذه خلتنا نلتفت إلى جانب مهم جدا، وهو الجانب الاقتصادي لأي مبادرات ولأي برامج. دائما أي مبادرة مهما تكون فكرتها خلاقة ومبدعة دائما تفتقر إلى المادة. صحيح. فالفكرة اللي طرحها خلانا نتوجه إلى القطاع الخاص، بحيث أنه إحنا نتكلم مع رؤساء مجلس الإدارة والرؤساء التنفيذيين ونشوف مين فيهم زي ما تقول عنده نظرة رائدة وتطلع أنه هو يساهم في رأس المال البشري، وعنده استعداد أنه يصرف عشان يستثمر في موظفي ومنسوبي الجهة اللي هو فيها. نعم. ولقينا قبول من بعض القطاع الخاص، واللي مؤشر جيد جدا انه انا كصاحب عمل في قطاع خاص انا مستعد اني انا استثمر في موظفي في جانب اجتماعي. نعم. انا بأهل انه هو يكون ابو ام، لانهم ايمانهم انه هذا الموظف لما يكون ابو ام رائد عنده مهارات قيادية بيخرج لي منتج، هو انتاجيته في مكان العمل حترتفع وفي نفس الوقت يستطيع أن يقدم الشركة هذا البرنامج ليس فقط كبرنامج زي ما تقول دعم للموظفين أو ترقية. نعم. للموظفين، وإنما مسؤولية اجتماعية تبدأ من الموظف نفسه اللي موجود هو، فبيقول له أنت محسوب عندي. نعم. فكانت هذه الانطلاقة. إذا كان القطاع الخاص غير موضوع في الحسبان بداية كنا رايحين رعايات. نعم. سبحان الله دخل بهذه المنظومة، والمنظومة الآن هي أصبحت الأساس. فالآن المنظومة كيف توسعت؟ إحنا كنا في الأول نستهدف القطاع الداعم للأسرة،
في عندك حوالي 56 جمعية متوزعة على كافة مناطق المملكة. نعم. تعمل في نطاق الأسرة، نطاق عملها هو الأسرة. كنا إحنا نبغى نؤهلهم عشان هم بيتواصلوا مع الأسرة. نعم. فالآن اللي حصل إيش؟ صار كل شركة قطاع خاص تدخل معانا في البرنامج بتدفع ثمن البرنامج التأهيلي هذا مباشرة، بتعطي منحة مجانية لجهة غير ربحية. فمثلا عندك أنت شركة تمر، المقعد التأهيلي اللي هي أخذته مباشرة فتح مقعد مجاني لجمعية مواد. جميل. فمثلا عندك أنا إيش استفدت؟ مثلا شريحة الموظفين اللي في تمر المؤهلين إنهم يدخلوا في ده البرنامج التأهيلي، إذا أنا ماني غلطانة 1200 أو 800 وشوية، بس أرجع لك أنا في الأرقام تاني. مقابلها فتحوا مقعد لجمعية مودة اللي هي حد التواصل معها للأسر في المنطقة، 39% من أسر مدينة جدة تتواصل معها جمعية مودة. صحيح. الرقم هذا يساوي كم؟ 51,000 أسرة. الله. فأنت تخيل بمقعد تأهيلي واحد أنت وصلت ليس فقط لمنسوبين شركة تمر، وإنما وصلت إلى 51,000 أسرة عن طريق جمعية مودة اللي هي أصلا عندها مسار تدريبي، فبتاخد هذا التدريب بس بتأهل فيه الأسر موجودين وبطارية احتساب الأثر التنموي. إذن هذه المبادرة لا يمكن الأسرة أن يصلها هذا الأمر إلا عن طريق القطاع الخاص والقطاع العام. نعم. أم أن القطاع الداعم للأسرة. نعم. يعني لا يمكن أن تصل إليها بطريقة مباشرة، يعني يصير التخاطب مع الأسرة بطريقة مباشرة في حال واحد. نعم. إذا أسس كيان عنده ميزانيات تدريب وتأهيل يتواصل. نعم. مع الأسرة. إذن لابد من وجود كيان. لا كمسار من المسارات. نعم. ولكن أنا أؤمن أنه إحنا نستطيع أن نخلق شيء من العدم. فأنا جميل. بالنسبة لي الآن أنا عندي جمعيات أصلاً في أرض الواقع تتواصل مع الأسرة. فأنا أي. ما صار عندي أولوية أنه أنا الآن أصرف وأسس هذا الكيان. أنا نعم. أتواصل معهم كذا. عندك مثلاً جهات زي شركة البيك أو شركة الزاهد. نعم. هذول جهات عندهم أصلاً مراكز تدريبي، أو حتى نسمع أمس وردنا منهم اتصال ما نعرف إذا هم مشاركين معنا ولا لا. عندهم مراكز تدريبية للمجتمع. فياخذوا الحقيبة هذه وبينزلوها للأسر اللي موجودة في الأحياء اللي هم موجودين. البيك موجودين في الخمرة. نعم. النسمة موجودين في الروضة وهكذا. نعم. فإحنا القطاع الخاص ودائما معولين على القطاع الخاص كثير. نعم. فأحيانا مو مجرد إحنا بناخد دعم مادي، وإنما حتى يفتحون قنوات التنفيذ اللي هي أصلا موجودة عندهم في برامجهم المسؤولية الاجتماعية، ويبدأوا بالاستثمار في الموظفين اللي موجودين. مبادرة نوعية ما زال الحديث عنها. مستمعينا الكرام ابقوا معنا. ملك ومستقبل وطن مع عادل باربا. حياكم الله مستمعي الكرام، وحديثنا ما زال عن هذه المبادرة التي انطلقت من أجل تأسيس أسرة معرفية فعلا تتوافق مع هذه الرؤية، رؤية 2030. حديثنا وسؤالنا لك أستاذ زهير مغربي، وهو مدير عام مجموعة الغر، مجلس الأسرة، أين مجلس شؤون الأسرة من هذه المبادرة التي أطلقتها؟ صدقا يعني كان أول تواصل لي مع مجلس شؤون الأسرة مع الدكتورة التواجري في تقريبا نهاية شهر سبتمبر، لما عرضنا عليها مشروع الأسرة، مبادرة الأسرة المعرفية. نعم. وأمانة وجدنا كل الترحيب منها، وبفضل من الله وقعنا اتفاقية تعاون مشترك معهم. كان الخميس الماضي توقيع الاتفاقية، والاتفاقية تنص على أنه مجموعة الأغار تتعاون مع مجلس شؤون الأسرة في تطوير استراتيجية الأسرة في المملكة، وبرضو جزء منها كيف وضع مبادرة الأسرة المعرفية كأحد ركائز استراتيجية الأسرة في المملكة العربية السعودية. نعم. يعني هذا صار هناك في نوع من التواصل الخميس الماضي. نعم. وقعنا اتفاقية التعاون المشترك في مبنى المجلس، في مكتب المجلس في الرياض، بحضور الدكتورة هالة التواجري والمهندس رضا إسلام من الشركة التنفيذية للمجموعة. نعم. أدوار متعددة، سواء كان ذكرتي الدكتورة آلاء يعني حتى مع القطاع الخاص، أيضا عندنا مراكز الأحياء دورها كذلك، هل ممكن نتكلم عنه مع هذه المبادرة، ولها يعني مكانتها ونشاطها وبرامجها مع الأسر؟ مراكز الأحياء كانت من أول الجهات اللي وقعت معنا في هذه المبادرة لإيمانهم أنه هم فعلا الحلقة الأولى أو حلقة الوصلة الأولى مع الأسرة. نعم. وكان اهتمام سمو الأمير الملكي، سمو الملكي الأمير خالد الفيصل، بتواصلنا معهم مباشرة كان زي ما تقول شبه توجيه.
نعم. لأنه تعرف مراكز الحياة الأحياء أول ما بدأت انطلقت بالمبادرة من الأمارة. نعم. رحبوا في الفكرة ووقعنا وإن شاء الله حيكونوا مشاركين معنا يوم 17 ديسمبر. نعم. المشاركة اللي أنا أقصد فيها يوم 17 ديسمبر هي التفعيل. إحنا سلنا من يناير إلى الآن إحنا بنجهز وبنطور محتوى وبنأسس وبنستضيف وبنطرق الأبواب. فالانطلاقة الفعلية فعلاً التنفيذ الأول للهدف الاستراتيجي الأول هو يوم 17 ديسمبر. نعم. مراكز الأحياء إذا الأرقام عندي صحيحة عندهم 32 مركز في مدينة جدة ويصل حوالي 80 في المنطقة. على مستوى منطقة مكة. على مستوى منطقة مكة المكرمة. نعم. فإحنا الآن بندخل مرحلة تجريبية. حننطلق من مركزين ثلاثة في الأول وبعد كده نعمم التجربة. بعد ما إحنا نحصل تعرف كل ما كان عندك أنت أثر تنموي مقاس كل ما كان إنك أنت تطبقها في بقية الأحياء لها جدوى أكثر. نعم. في شريك معرفي آخر على مستوى مراكز الأحياء وهي شركة تطوير متمثلة في أندية مدارس الحي. أندية مدارس الحي إذا برضو أرقامي صحيحة إلى الآن عندهم أكثر من 600 نادي مدرسة حي على مستوى مناطق المملكة بالكامل ودخلوا معنا كشريك حيوي ومعرفي والآن داخلين معنا بحوالي 17 مركز في مدينة جدة. حوالي عندنا أكثر من 35 مدرب ومتدربة اللي هم مدربين المدربين حيكونوا معنا يوم 17 بحيث أنه إحنا نفعل 17 نادي مدرسة حي في آن واحد. جميل جدا. يعني الآن فعلا في وصول فاعل لجميع الأسر والانطلاقة كانت الأولية يمكن هي البداية. نعم. بنهاية الورشة التأهيلية هذه يوم 21 ديسمبر حيكون في عندك حوالي 23 جهة بتقدم هذا البرنامج من ضمن ميزانياتها ومن ضمن نطاق عملهم. نعم. فأنا سعيدة إنه بنقدم شيء فعلا يقدم شيء في بناء الإنسان ويستثمر في رأس المال البشري وما احتجنا ميزانيات بالملايين. الملايين اتحملتها مجموعة الأغار ولكن في النهاية كل قطاع شايل ميزانيته بيقدم ما هو فيه آمنوا بنفس الفكرة. في النهاية لن نستطيع تحقيق 20-30 إذا إنسان المواطن في المملكة ما أصبح مؤهل إن فعلا. هو يشارك وينتج ويتفاعل معها وهذه المعرفة وأن يكون الأساس. جزء فاعل في عملية تطوير في 20-30. إذن أنت تتكلمين دكتورة آلاء على موضوع ميزانيات ووجود قطاع خاص من أجل استدامة من أجل وجود ضمان. يعني أنا أريد أن أتحدث أنه كيف تضمنون الاستدامة لمثل هذه المبادرة التي نود ونرغب وإن شاء الله أن تكون مستمرة. والسؤال موجه لك أستاذ. الطريقة التي بني عليها البرنامج يعني الطريقة فعلا وأعطي يعني الدكتورة آلاء الكريديت زي ما يقولوا في الطريقة أنك بتدرب مدرب أب أو أم والأب والأم بيدربوا أب وأم ثانيين فيكون في نوع من التواصل. يعني أنت ما ربطت نفسك أنك بمركز واحد هو يقوم لأنه ما عندك تغطي كل الأباء والأمهات. لكن لو تبعنا احنا في الاسلام انه دائما الانسان خيركم من تعلم العلم وعلمه انك لا. انا اتعلم حاجه واعلمها احنا ايش بيكون دورنا؟ بيكون دورنا متابعه والتاكد انه النقل العلم حصل بالطريقه الصحيحه. هذا جزء. نعم. اللي بضمن استمراريته برضه انه البرنامج بني على اسس علميه وابحاث ميدانيه فما هو عمليه نظريه او بحث مكتبي تم وبناء عليه تم هذا. لا، وجدنا في اشكاليه في الاهالي وانهم يحتاجوا للتدريب على الوالديه. الشركاء والتزامهم بالبرنامج زي ما تفضلت الدكتوره آلاء يعني هذا جزء من بناء الإنسان بالنسبة لهم. يعني إحنا حتى وجدنا في أبحاث عن الشركات بتقول لك الموظف السعيد في منزله السعيد في تربية أبنائه هو موظف منتج. فأعطيناهم أداة تساعدهم على رفع إنتاجية الموظفين. فأعطينا البرنامج كمان جزء إنه ما يكون بس تدريب من أجل التدريب، لا، تدريب من أجل الإنتاجية. بعدين المسارات الستة وتكاملها مع بعض، المسار الإعلامي، المسار التشريعي، المسار التدريبي، هذه كلها تعطي نوع من الاستدامة للبرامج اللي. وتأكيدا برضو أنا يعني حكاية الإنسان وأهميته في منظومة 20-30 وأكدها حتى صاحب السمو الملك الأمير محمد بن سلمان. أنا أذكر في أول حديث لي لما طرح الرؤية قال احنا عملنا كل حاجة والآن متروك على الفرد السعودي القيام بالتنفيذ. فإحنا بنقول احنا بنساهم بجزء بسيط
في إعداد الإنسان السعودي أو الشخص السعودي على تنفيذ المبادرات الكبيرة اللي في 2030. إذن المبادرات موجودة، المسارات واضحة، يبقى فقط أنه فعلا نتناول هذه المبادرات، ومنها ممكن الواحد يبدأ يعدل ويبدل ويضع حقيقة يعني بعض المؤشرات، وهذا اللي أريد أن نتكلم عنه، عن المؤشرات المعتمدة لقياس فعلا تحقيق نجاح هذه المبادرة. دكتورة أهلا، هذا برضو جانب متميز عندنا في المبادرة، واستعنا ببيوت خبرة ليس فقط مجموعة الأغر، وطوروا معانا زي ما تقول منظومتين للمؤشرات. نعم. المنظومة الأولى هي مؤشرات استراتيجية على مستوى استراتيجي، بمعنى آخر إنه إيش هي أهداف الاستراتيجية وإذا تم تحقيقها ولا لا، اللي مثلا أعطيك مثال منها تطوير شراكات مع القطاع الخاص. نعم. أقول لك أعطيتها. نعم. وهكذا توفير برامج التأهيل للقطاع الداعم للأسرة. نعم. عملناها. ويجيك منظومة تانية، المنظومة الثانية فيها هي ثلاثة حزم مؤشرات، وهذه هي الجديد في مبادرتنا، وهي تسمى المؤشرات التنفيذية. المؤشرات التنفيذية عندي هي على ثلاثة مستويات. المستوى الأول مؤشر أداء، أنا كبرنامج أو كمبادرة حاطة مؤشرات أداء اللي اعتدنا عليها في المصطلحات حقتنا، اللي أنا أقول لك أستهدف 39% من الأسر في منطقة مدينة جدة، جاني 20% منها، 5000 أسرة هنا، جاني 13 شريك من 12 شريك، مؤشرات رقمية محددة مسبقا. الجديد فين؟ في المؤشرات التنموية والمؤشرات التربوية. المؤشرات التربوية اللي هي تعتبر أنا عندي المحطة الأساسية اللي كل أسرة بتدخل معايا في هذا البرنامج أنا عارفة موقعها الآن فين، كيف انتقلت، إيش التغيير اللي حصل عندهم، فعندي هذه المؤشرات. جميل. المؤشرات اللي التنموية اللي هي أنا كم من الظواهر السلبية اللي أنا ادعيت، الآن هي مجرد فرضية صح؟ نعم. إنه أنا مبادرتي هذه ستستطيع إن هي تتغلب على ظواهر سلبية لها علاقة باقتصاد وقيم المجتمع اللي إحنا موجود فيه، فأنا بأقيس هذه المؤشرات التنموية. نعم. المؤشرات التنموية مداها جدا طويل، لكن طول ما أنا مشغلة عندي المؤشرات الأربعة هذه، طول ما أنا بأكون بأعطيك في النهاية واقع حقيقي لما تم إنجازه بطريقة ملموسة. نعم. فهذه المؤشرات إن شاء الله راح توضح لي، وحتكون يعني بصفة يعني مثلا وقتية معينة، مثلا شهرية سنوية. المؤشرات الاستراتيجية بنطلعها بصفة ربع سنوية. نعم. أما بالنسبة والمؤشرات الأداء بتطلع برضو بشكل ربع سنوي. نعم. أما التربوي والتنموي فهذه بنرصدها لأول مرة في نهاية 2018، وبعد كده حنقسمها إلى قسمين، التربوي ترصد مع كل برنامج تأهيلي، أما التنموي فبين 3 إلى 5 سنوات على حسب إذا كانت النتائج من التجربة الأولى كانت نتائج ملموسة فورية ولا تحتاج مدى أطول. جميل. إذا كنا نتكلم عن النتائج وجميل لما نرى الثمار أمامنا، لكن هو متى سنحصد، متى سيعني فعلا ننعم بهذه الثمار؟ السؤال لك. هذا السؤال يعني يسأل دائما في تغيير السلوكيات تأخذ وقت. صحيح. لكن إحنا بنقول اللي بميزنا إنه إحنا بنعطي الأب والأم الأدوات اللي تساعدهم في تغيير هذه السلوكيات. يعني عشان تشوف نتائج المبادرة هذه على مستوى مجتمعي، أنا أعتقد نحتاج من 5 إلى 10 سنوات عشان تشوف فعلا في تغيير نوعي كبير في التصرفات. دكتورة لا عندها رأي مختلف. حتى لو كان التغيير بسيط لكنه يعني فعال. أعطيك مؤشرات يعني تقدر نحصدها فورية. طيب واحدة من الدراسات الثلاث اللي احنا قمنا فيها هي دراسة نبغى نعرف ايش هي المحفزات والمعوقات اللي تواجه الأسرة السعودية في التعامل مع المعرفة في تربية الأبناء. فوجدنا انه في الأغلب، انا لا أعمم، انه الأب والأم السعودي يعتبروا مسألة تربية أبنائه مسألة خاصة. ليش أنا أروح لمستشار تربوي؟ ما أحتاج أقرأ كتاب، ما أحتاج حد يعلمني، ما حد يعلمني. الله عز وجل أعطاني حق الإنجاب وداني أولاد من غير ما يكون مطلوب مني أني أنا يكون عندي شهادة. نعم. نسبة الإقبال جدا ضعيفة
على هذه البرامج. عندك جمعية رعاية الأمم والطفولة ما شاء الله رواد في هذا المجال. نعم. اسألهم كم أم وأب بيملأوا مقاعد التدريب اللي هم بيقدموها. نعم. عندك برنامج الأمان الأسري اللي برعاية وزارة الحرس الوطني, شوف درجة الإقبال. إذن عندنا أزمة وعي بالأمر هذا, لابد أول حاجة نعم لابد أن نملأ هذا الفراغ, فراغ الوعي عند الأم والأب. فإذا أنا عندي أول مؤشر أي عملت لك إنجاز ملموس في الإقبال على البرنامج, يا سلام, معناته أنا أثرت في الوعي, يا سلام. تغيير السلوك هذا حاصل, يعني أنا الآن أقدر أدعي مجرد ما انتهاء دخولهم معانا في البرنامج التأهيلي لمدة 7 جلسات, الجلسة بين ساعة ونص ساعتين, حيصير في تغيير فكري اللي يسموه بالإنجليزي paradigm shift. أنا ما أحب أستخدم المصطلحات الإنجليزية في البرامج الإذاعية. بيصير في نقلة فكرية. ومثلا عندك انت طول عمرنا احنا في المملكه نقول نموذج ارامكو نموذج رائع في الثقافه والتوعيه حقت موظفينها ومنسوبينها والناس اللي موجودين عندهم, صح؟ نعم. البرنامج اللي احنا بنطبقه في جزئيه كبيره من نفس البرنامج اللي ارامكو جابته من 35 سنه تحت مسمى كوميونيتي كونسل, وشفت النموذج انت اللي بيخرج بيصير في عندك ده. يعني في نماذج شبيهه نعم. يعني نعم. فلذلك انا لما قسمت لك المؤشرات على 4 اقسام حتشوف تغيير من لحظة الانطلاق. نعم. لكن التغيير الحقيقي اللي أنا إلى الآن ما ألمسه في مؤشرات الأداء والمؤشرات التنموية يحتاج له وقت معانا, لكن حنكون بشفافية ومستعدين نسلمكم التقارير أول بأول ابتداء من الربع الأول من 2018. متشوقين والله, ونبغى نعرف أهم الدراسات أو أهم النتائج اللي أنتوا طلعتوا بها, لكن حنطلع الفاصل ونتعرف عليها أكثر وأكثر. خليكم معنا مستمعينا. 2030 رؤية ملك ومستقبل وطن مع عادل باربا. إذن نحن فعلا نتكلم عن مستقبل أسر ومستقبل مجتمع بشكل مستقبل الوطن, إذا فعلا استثمرنا الاستثمار الأمثل في رأس المال البشري الذي بإذن الله تعالى سيكون عامل مهم جدا في تحقيق هذه الرؤية والصناعة الكبيرة, الصناعة البشرية والتأسيس البشري اللي بالتالي راح يكون تنمية المكان عبر بناء الإنسان. ضيفنا في هذه الحلقة هو الأستاذ زهير مغربي مدير عام مجموعة الأغر, والدكتورة آلاء نصيف مدير شركة الأسرة المعرفية والمشرف العام على مبادرة الأسرة المعرفية, وحديث كان جدا مهم حول هذه المبادرة وكيف فعلا راح تحقق نتائج جدا ناجحة وملموسة على مستوى الأفراد قبل الأسر. الدراسات إذا أردنا أن نتكلم أو النتائج أستاذ زهير, إذا كان تعطينا فكرة عن النتائج أو اللي وصلت لها من خلال المبادرة. يعني لو طلقت أنا واحدة من الأشياء اللي مثلا ممكن تهم القطاع الخاص اللي هي الانتاجية حق الموظفين, وجدنا في دراسة قامت بها شركة إيتيكين يمكن عام 2010 أو 2012 إنه البرامج اللي تساعد الموظفين في المنزل تزيد من إنتاجيتهم. نعم. وبحكم خبرتي أنا في الموارد البشرية اشتغلت في القطاع الخاص يمكن في المجال هذا أكثر من 20 سنة. نعم. وجدت إنه فعلًا كثير من المشاكل تترد إلى المكان إلى المكتب أو للعمل ناتجة عن مشاكل في البيت. فاللي بنقوله إحنا والدراسات بتقوله أنا لو ساعدتك كموظف في منزلك سواء وما نقول مثلا في علاقتك الزوجية أو علاقتك مع زوجتك في كيفية تربية أبنائك ومشاكلهم, وإحنا كلنا على علم إنه مشاكل الأبناء أخذت وضع مختلف الآن, فأنا لو أعطيتك المهارات اللي تساعدك في التعامل مع الأبناء وتربيتهم أنا بحد من المشاكل اللي بتنقلها معك أنت لمكان العمل اللي بتأثر على إنتاجيتك. سو هذه واحدة من الأشياء المهمة بالنسبة لنا, وتخلي الـ 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 الأب والأم يجي المكان العمل وهو مرتاح وهو قادر على إعطاء. في نتائج أخرى متوقعينها من ناحية المهارات الأبوية يمكن أترك الدكتورة آلاء تعلق عليها. نعم. الدراسة الميدانية كانت هي أول الأبحاث اللي دعمت هذه المبادرة. أنا سبق وذكرت في حلقتنا هذه إنه إحنا نزلنا في الميدان والتقينا ب 640 أسرة وأرفقنا معاها ملاحظات بعدد 1200 أسرة, عملنا لها ملاحظة ملاحظة لنمطهم اليومي.
فكانت عندنا إحصائيات. ما بدي أصنف الإحصائيات دي أقول لك صادمة ولا محبطة، ولكن إحصائيات عكست فعلا واقعنا. نعم. بغض النظر إيش هو الواقع، مؤلم، محبط، فجوة، بس كانت فعلا الإحصائيات منطقية للواقع اللي إحنا عايشينه. أعطيك الإحصائيات هذه. نعم. وجدنا، أبدأ لك بالإيجابي، 20% من الأسر في مدينة جدة ينطبق عليها مسمى الأسرة المعرفية، بمعنى آخر أنها هي بتحط الجهد وعندها نية ورغبة في تربية أبنائهم بالتعامل مع المعرفة، وبيحطوا هذا الجهد اللي موجود. جميل. أنا سعيدة بالعشرين في المية دي. يا سلام، يعني يعتبر رقم ممتاز. أي. الثلاثة التصنيفات الثالثة لو جمعتها مع بعض تطلع ما يعادل 80%. لكن أنا أعطيك هي تصنيفها الثانوي، يعني أكسر لك هي إلى إحصائيات تصنيف. يا ريت. 5% من الأسر يعرفوا ما يجب عليهم القيام به ليكونوا زي ما تقول جادين في تربية أبنائهم وإخراج مخرج حضاري يقدر يتماشى مع رؤية 20-30، ولكن لا يبذلوا الجهد. يعني أنا أعرف الحق ولا أتبعه. لديهم الرغبة لكن ليس لديهم أي جهد. الجهد. نعم. النسبة الصادمة 57%. يعتقد إنه أنا مصدر المعرفة، أربي أولادي زي ما أهلي ربوني وما في مشكلة حقيقة. يعني ابنك يرمي زجاجة الماء بعد ما يخلص منها وهو ماشي بالسيارة عادي. أي. أكسر عمود نور موجود في الواجهة البحرية عادي. أضرب ابني كف وأنا ماشي في مكان عام عادي جدا. والصعوبة في التعامل معهم إنه أنا مصدر المعرفة، لا تجي أنت تعلمني أنا كيف أربي ابني. الحزمة الأخيرة اللي هي صراحة مؤلمة جدا، 18% من الأسر الأطفال في مساحة الخطر والإهمال. يعني بمعنى آخر. نعم. حتلاقي في عنف جسدي، حتلاقي في إهمال، حتلاقي بيربوا نفسهم بنفسهم إن ما كان في زي ما تقول متعرضين ل زي ما تقول العنف، المخدرات في الشارع. طيب. نعم. فكانت أصعب معادلة أمامنا إنه إحنا في مبادرتنا لازم تحدد أنت مين هي الفئة المستهدفة اللي أنت تبغى تنطلق فيها. أي. 20% خلاص وصلوا ما شاء الله، 5% أقل من أني أنا أقدر أجند لها دعم وأقول أنا حتولى 5%. نعم. فكان القرار اللي طلع أنه 57% هي شريحة حجمها ومشكلة وعيها تستدعي أنه إحنا هي الجهة اللي إحنا نستهدفها. وبشكل تلقائي يوم ما أنا أتعامل مع 57% دي، الخمسة حيتأثروا على أي حال. نعم. فبالك تتخيل لو أنا حركت 57% ضميتهم من 20%، صار أنا عندي 77% من الأسر في منطقة مكة المكرمة متفاعلين مع هذه المنظومة، فيصير التغيير جامد. صحيح. لكن سماتهم ونمطهم صعب جدا التعامل معه، لأنه عندهم قناعات سلبية على موضوع التربية. المنظومة القيم عندهم منظومة قيم مرجعيتها ذاتية وتكاد تكون غائبة، فكيف أنت تيجي تقنع واحد يقول لك أبوي رباني بالكف حربي ابني بالكف وأنت مالك دخل في تربية ابني؟ نعم. فالدخول لهم بطريقة صعبة. عشان كده لما أستاذ فيصل تمر عرض علينا نبدأ بمنسوب الشركات، هي شريحة محكومة في الشركة. فصاحب العمل يقدر يقول لموظفه أنت حاضر هذه الدورة وأنت حاضر هذا البرنامج التأهيلي وأنت ده، فكانت شريحة محكومة. بعد كده تجيك الشرائح اللي موجودة بتتعامل معاها الجمعيات الداعمة للأسر. نعم. 39% من الأسر مثلا بتتعامل معاهم جمعية مودة اللي يعادل 51,000 أسرة. أنا بالنسبة لي لما مودة وصلت لهم بأكثر من مادة، من أكثر من طريق. صحيح. خلاص صارت شريحة محكومة. صحيح. هل أنا أتمنى أوصل للثلاثة مليون أسرة اللي موجودة في منطقة مكة المكرمة؟ أقول لك يا ريت. لكن أنا حبدأ من حيث أنا أستطيع بشريحة محكومة، لأنه أصلا الإقبال إحنا صنفنا أنه هو ضعيف. لذلك أنا من مقعدي الآن أمامك أستاذ عادل، أنا أناشد القطاع الخاص، محتاجين حملة توعوية إعلامية توقظ، يعني أبغاهم زي ما تقول يوقظوا الأمهات والأبهات إنه نحتاج فعلا حراك، يحتاج تغيروا طريقتكم، يحتاج تغيروا قناعاتكم السلبية، وأنا أحتاج شريك إعلامي وإخراج وإنتاج ووقت على الهواء،
وأنا أشكركم في ألف ألف أنكم أنتوا أعطتونا هذه المساحة، وإن شاء الله حننزل ببرنامج الإذاعي اللي إحنا اتفقنا عليه. هذا وحده لا يكفي، لكنها نقطة انطلاقة. أنا أدعو كافة القطاعات، بس أبغى القطاع الخاص، لأن القطاع الخاص يستطيع أنه هو يخليني مؤهل أني أنا أقدر أتحرك. نعم. في حملة قبل يمكن 10 سنوات ولا أكثر انطلقت حقت أقم صلاتك. أقم صلاتك الآن في لها أثر ملموس، إنه كم شخص كان ما بيصلي وصار بيصلي، ولا كان متهاون في الصلاة. نعم. إحنا نبغى حملة اجتماعية توعوية توقظ الأباء والأمهات، وإحنا خلاص وفرنا البرامج كلها موجودة في جهات. صحيح. تيسير وتنفيذ. أنا بس أبغى أصحي الأم والأب إنهم هم يروحوا يجلسوا على يدخلوا معنا ويشاركوا معنا في هذا البرنامج. القطاعات الأخرى الحكومية ذات العلاقة، ممكن يعني كوزارة التعليم، الإعلام، الثقافة والإعلام وغيرها، لم يكن هناك نوع من التواصل وتوقيع اتفاقيات معها من أجل تحقيق هذه المبادرة؟ والله شوف، إحنا يعني بنسعى دحين من خلال مجلس شؤون الأسرة، لأنه المجلس شؤون الأسرة حيعني بالتنسيق مع الجهات الحكومية المختلفة. نعم. فأملنا بإذن الله إنه مع عملنا مع مجلس شؤون الأسرة سيتم التنسيق مع جميع الجهات الحكومية والغير الحكومية. يعني المجلس هذا. نعم. هو البوابة لبقية القطاعات. لبقية القطاعات، والتنسيق إن شاء الله يتم عن طريقه، وفعلا كلهم مرحبين بالتعاون ورغبة في التغيير. نعم. إذا احنا الحديث في نهاية يمكن يبقى في موضوع الدعم بمختلف أنواعه، من سابقا ومن تدعون فيما بعد؟ احنا فاتحين باب المشاركة. أول شيء نوعية المشاركة هي تعاونية تكاملية. احنا نعم. بنكمل بعض، ما نبغى نبدأ من الصفر، ما نبغى ميزانيات ضخمة. نعم. ببساطة أنا بأدعو كل القطاع الخاص بشركاته بغض النظر عن حجمها، استثمر في الموظف اللي موجود عندك، انتاجيته حترفع، تساهم ببرنامج مسؤولية اجتماعي ذكي جدا. لأنك انت الموظف اللي انت بتدربه هو بيعطي لأسرته، فصار برنامج موارد بشرية في نفس الوقت مسؤولية. صحيح. اجتماعية. أتمنى انه يشاركونا الشركات بغض النظر عن حجم المنسوبين اللي موجودين عندهم. في شركات حجمها بالمئات، وفي شركات حجمها بالألوف. عشان نرصد تغيير ملموس نبغى الشركات الكبرى تشارك معنا، لكن أي شركة بأي حجم حتى لو كانوا عندهم 5 موظفين إحنا بندعوهم للمشاركة. كل أب وكل أم حيعمل تغيير بإذن الله. لو كان هناك يعني رغبة في الاطلاع على مزيد من المعلومات عن هذه المبادرة ومعرفة المؤشرات ومعرفة المعايير، يعني كل أب وأم من باب الوعي، هل بالإمكان الوصول أم بعد؟ نعم، ممكن يعني في الوقت الحاضر ممكن يتواصلوا، وحنترك عنوان البريد الإلكتروني وأرقام التواصل. نعم. معكم هنا في الإذاعة، إذا حبوا يتواصلوا احتمال كبير نعمل في بداية السنة حملة توعية أو تاون هول، يعني نجمع الآباء والأمهات ونعرض لهم إيش هو البرنامج هذا. نعم. المعرفية، إيش المهارات بشكل مختصر عشان يعرفوا إيش الفائدة اللي ممكن يستقوها من البرنامج هذا. أي أحد يبغى يعرف أي حاجة سواء من القطاع الخاص أو من الأهالي برحب بهم التواصل معنا في أي وقت. نعم. أستاذ عادل، يمكن تأكد يعني توافقني، أول ما انطلقت رؤية 2030 كان الحديث الجاري في وسائط الإعلام المجتمعي إنه أنا مو فاهم أنا إيش دوري كمواطن. نعم. وأنا حقيقة أوجه خطابي لكل مواطن سواء في المنطقة أو على مستوى المملكة العربية السعودية، ابدأ بنفسك. البداية تنطلق منك أنت تسير عندك سمات الأسرة المعرفية حتى تستطيع أنك أنت تواكب وتجاري وتساهم في رؤية 2030. نعم. مبادرة الأسرة المعرفية هي انطلاقة إن شاء الله لاستثمار حقيقي في رأس المال البشري لبناء الإنسان. أنت بهذه الكلمة اختصرت كل ما أردنا أن نوصله عبر هذه الحلقة. أشكرك دكتورة آلاء نصيف، مدير شركة الأسرة المعرفية والمشرف العام على مبادرة الأسرة المعرفية، وكذلك الشكر والتقدير لك أستاذ زهير المغربي مدير عام مجموعة الغر، وشكر لكم مستمعينا الكرام على طيب الاستماع. هذه الحلقة ستكون مسجلة وموجودة على قناة الإذاعة في اليوتيوب، بالإمكان العودة إليها. تحية مني أنا عادل برباع، من الكنترول الزميل عبد العزيز السحيم، في أمان الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.